مساء الخير مرة ثانية وأهلا وسهلا فيكم. بعد الحديث عن السياسة بسوى نحكي عن إشي له علاقة في كيفية أنه نعمل للسياسة طاقة. علم الطاقة. علم الطاقة هو علم موجود من آلاف السنين حقيقة، لكن في منطقتنا لم يكن متداول الحديث بهذا كعلم إلا في العقد الأخير. والحديث بهذا العلم وأهميته أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الناصر جرار الخبير في علم الطاقة من الأردن. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. الدكتور ناصر هو المبعوث الرسمي الدولي العربي الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في علوم الطاقة. علوم الطاقة، يعني لما نحكي علوم الطاقة ترى الناس بتنقز. علوم الطاقة بتروح الناس على موضوع طاقة طاقة، وتروح الناس على موضوع الطاقة لأنه يكره نحكي فيها. في معنا تقرير، خلينا نشوفه مع بعض وبعدين منعلق. تشيكونغ، لما نسمع هالاسم بيوحي إلنا للوهلة الأولى بأنه اسم للعبة رياضية مثل الكاراتيه أو الكونغ فو، ولكن هالرياضة هي أساسها علم روحاني واللي بيعني بقوة تحريك وتوليد الطاقة، وبركز على الصلة ما بين الروح والجسد والعقل، ولكن عن طريق حركات رياضية بتفيد الجسم والعقل والروح. الجسد بيحرك العقل، والعقل بتحرك الروح، والخط اللي بيوصل بينهم هو العقل الباطني. يعني إذا كانت روحك صافية ومستقرة فإنه هالروح بتقود الجسم بالطريقة الصحيحة، أما إذا كانت الروح غير مستقرة فأكيد رح تقود الجسم للتهور والاضطراب النفسي. والتشيكونغ بيتم استعماله كنوع من أنواع العلاج البديل، وبيقدر يشفي من بعض الأمراض من خلال سيطرة العقل على المادة وهي الجسد والروح. واحد لما بلش يدرب تشيكونغ طبعا ببلش تمرين بتقويه عقليا جسديا وروحانيا، فالإنسان بيصير عنده طاقة إنه يقدر ينتج ويقدر يتفاعل مع الشغلات اللي حواليه بطريقة إيجابية. فالإنسان مفيد وضروري إنه يكون في عنده إشي إنه يقدر يطلع له طاقته ينظمها ويخليه يقدر يتفاعل مع الشغلات بطريقة إيجابية مو بسلبية زي ما إحنا شايفين حوالينا. شكرا للزميل الإعلامي هيثم يوسف على هذا التقرير من ملتقى الإعلاميين الشباب العرب. والله يعطيك العافية أستاذ هيثم، شكرا على تقريرك الجميل اللي زيك جميل. عودة إلى دكتورنا عبد الناصر جرار، أهلا وسهلا فيك. وهذا إشي حلو أنا جزء منه كثير ما فهمته لأني ما بعرفه. ما هو علم الطاقة وما تعريفه؟ علم الطاقة علم واسع جدا. التخصص اللي أنا متخصص فيه في علم الطاقة اللي هو اسمه علم التشي أو الكهرومغناطيسية أو الإلكترومغناطيك إنرجي اللي بالجسم. الجسم البني آدم عبارة عن مغناطيس بيرسله بيستقبل، في طاقة موجودة بجسمه، كيف بده يحرك الطاقة؟ في طرق معينة، اليوغا ممكن تساعد، فنون تانية ممكن تساعد، أما ما في فن أو رياضة ممكن تخلي الطاقة يتحرك بالجسم إلا علم التشيكونغ.
هو العلم الوحيد. للأسف أنه هذا العلم لا يدرس ولا يدرب إلا بس بالمعابد الصينية مغلق. فاللي صار أنه إحنا صرنا نحاول نطلعه، وهلأ صار في بحوث، يعني مثلا روسيا عندها تخصص عندها بدرسوه بس مخصصين الحكومة، إنجلترا، بريطانيا، بريطانيا، كندا، أمريكا، صاروا يدرسوا علم التشيكونغ وعلم الطاقة وكيف يقدروا يحركوها ويستغلوها. هلأ الطاقة موجودة بكل إنسان، هي عبارة عن مكمل للمثلث الموجود بالإنسان اللي هي الروح والجسد والعقل. الروح والجسد والعقل بجسم الإنسان ما بتحركوا صح إذا ما في الشمس اللي بالنص اللي هي بتحركهم كلهم اللي هي التشي. فبصير في اختلال في التوازن، فالإنسان صعب إنه مثلا يقدر يحرك العقل بطريقة إنه يقدر يفتح السبكونشس مايند أو العقل الباطني أو يصير يشوف بالبصيرة إذا ما وصل مع التشي. فهي التشي هي المفتاح، يعني هي المفتاح. في ناس بسموها إتسكي ريلي. هو من أقدم العلوم، بالعلوم القديمة على أيام الرومان كانوا يعتبروا إنه فاونتون اوف يوث، يعني إنه اللي بيمارس هاي الرياضة جسمه ما بيكبر، يمكن وجهه طبعا أكيد إلا يبين عليه الكبر شوي، أما جسمه من جوا كصحة بضل صغير لتنات طول عمره ما بيكبر. فبتقاوم الأمراض، بتنظم الصحة، بتقيم الستريس، بتقيم الأوجاع. أعطيك مثال صغير، أنا مرضت بأمراض كتير بحياتي، ومنها كنت شاكك إنها واحدة منها سرطان. اللي خلاني أرجع واقف على جري مرة تانية تشيكم قبل أكم من يوم، وقعت في لفحة هواء كنت قادر أتحرك، استعملت تشيكم، طبقته على الصلاة الإسلامية، وصلت، عملت أكم من تمرين، الحمد لله اليوم أنا قاعد بحكي معك بارح كنت قادر أتحرك. فهاي هي تشي عبارة عن طاقة موجودة بالهواء. طبعا العلوم تتحضر وبتتقدم. فهلأ الأساس العلوم كلياتها اللي هو إحنا بنسميه الكونفو. يعني أنت بتدخل في الكونفو في كورسات تدريبية معينة، بتقعد بحدود الخمس سنوات على ما تخلص منهج معين. بعد ما تخلص المنهج ميتنا طيبة. موضوع الكونغ فو والموضوع اللي بتحكي فيه موضوع يعني في كتير ناس ما بيعرفوا عنه على فكرة دكتورنا، وأنا يعني ما دعم تشرب مي. قطعتك حضرتك حاصل على الدكتوراه من الفلبين ودراستك، هل وجودك في 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 شرق آسيا كان له دور إنك يعني تنفورت إنك تشتغل في هذا الموضوع؟ أنا ذهابي من الأساس كان لجنوب شرق آسيا بدون علم أهلي. يعني أبوي الله يرحمه بعثني على باكستان على أساس أكمل تعليمي هناك، فدخلت بجناح هوسبيتال على أساس أدخل طب طبيعي. كنت قاعد في كراتشي هوستل، ما حسيت أنه العلم اللي بدي إياه موجود هناك. أبوي كان مفكر أنه أقعد فترة أخلص التوفل يوديني يا إنجلترا يا أمريكا. أنا هربت على جنوب شرق آسيا. بعد 6 أشهر حكيت مع أبوي، كنت طالع قعدت أكمل شهر بتايلاند، أتدربت عندهم شوي، كنت قاعد بالجنوب، ومن هناك صرت أتنقل من بلد لبلد بجنوب شرق آسيا حتى رجعت للفلبين. طبعا أنا وصلت الفلبين كنت طالع على هونغ كونغ على الصين، رجعت هونغ كونغ رجعت الفلبين، لقيت أنه أحسن أساسي موجودين بهاي العلوم هي في الفلبين، وعندي إثبات في كتاب. ولو قدامك دكتور 50 ما شاء الله الأمر قدامك الله يخليك. باعتقادك موضوع زي هذا عميق في جلسة زي هذا ممكن ينفهم بصراحة؟ ممكن. أبسط لك الموضوع كالتالي، في إنسان بريطاني مشهور كتير اسمه جيف بيك، هاي الكتاب تبعه قدامي، هاي ثالث نسخة بطبعها وهي تعتبر بيست سيلر، يعني حكت عنه أوبرا، حكوا عنه بالدكتور، شوفوا الكتاب على أساس إنه بيست سيلر ونصحوا فيه. هذا الكتاب شايفه علي؟ هذا الكتاب بيحكي عن تشي. جيف بيك انصاب في السرطان بالغدد، قالوا له الدكاترة في بريطانيا إنه أنت رح تموت خلال 6 أشهر، make the most out of it، اعمل يعني اللي بتقدر عليه. جيف بيك صاحب هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب. جيف ما استسلم، صار يدور على اساس انه وين في اشي ممكن يساعده. تعرف البريطانيين خلطتهم مع الصين، في عندهم علوم، سمع عن استاذ جراند ماستر في مينلاند تشاينا في الصين انه بعالج بتشيكونغ هاي الامراض وبتشفى، وصار شفاء على ايده، طبعا شفاء ايده باذن ربنا، بس يعني العلم اللي سببه. فراح على اساس يشوفه، لقى انه الجراند ماستر ميت، قاعد يدور على الحفيد تبعه، لأنه الحفيد تبعه اسمه شيكسبير تشان. دور 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 عن طريق الهونغ كونغ لأنه هو كانتونيز، لأنه إيش based in the Philippines، هو موجود في الفلبينز، وهو صاحب مدرسة تشينو اللي حكى عنها بروس لي في فيلمه اللي هي فيستو فيوري، يعني مدرسة عريقة جدا. كان بالتأسيس تبع المدرسة، سبحان الله بعد ما دخلت عليهم صفت الظروف إنه أنا تجوزت حفيدة اللي أسس المدرسة، وهي اللي كان السبب إنه دعمني إني أقدر أخذ العلوم هاي كلها. هلأ هذا الإنسان قعد أقل من 5 أشهر
بالخمس اشهر هذول اللي قعدهم قدر ياخذ تشيكون كفورم، صار يمارسه يوميا 4 ساعات مع الطلاب في المدرسه ويساعدوه في العلاج. بعد 3 اشهر بالضبط راح على الكانسر سنتر، مركز السرطان، بيقولوا له انت اكيد الاطباء عندهم عملوا غلط، ما في عندك سرطان. ما يأس، راح على استراليا عمل فحص، قالوا له لا اكيد في غلط في التقرير تبع البريطانيين. راح على بريطانيا، الدكاتره قالوا له يعني اتس امبوسيبل، مستحيل، هي احنا عندنا تيشوز، عندنا عينات من الخلايا اللي اخذناها منها، هيها سرطانيه. قالوا له شو اللي عملته؟ قال لهم انا رحت ولعبت شيكون لمده 4 اشهر وشوي، اللي هو المفروض يكمل الكورس 100 يوم. وهي اللي صار معي، حاول انه ينشر هاي الفكرة في بريطانيا، قاوموا الدكاترة كعلاج بديل، طلع على أمريكا وبدأ من هناك وعمل أول ثاني ثالث نسخة وأشهر نسخة اللي حكيت عنها. خلينا نتفق وياك على شغلة، طلع أنت متخصص في موضوع، أنا بدي أدخل في تخصص صغير اللي هو تخصصي علم النفس المعرفي أو علم النفس التربوي. في حالات تابعتها أنا، أصدقاء مصابين في مرض السرطان، وفي حالات شفيت من خلال شيء مو زي ما انت بتحكي اسمه المصطلح التشي، انما كان من خلال الحديث مع الذات والميديتيشن والتامل والغوص في الجسد والوصول لمرحله التروم، موقع السرطان، ويتحدث مع السرطان ويقاوم السرطان. مظبوط. فهل هذا علم نفس؟ وهذا علم، كيف نركبهم على بعض حتى نخلي الاطباء اللي هم بيرفضوا اللي بتتفضل فيه؟ خلي جاوبني بعد الاتصال، في معنا اتصال. استاذ مصطفى، مساء الخير سيد مصطفى. انا مرحبا، حياك الله يا اخي، تفضل انت على الهواء، حياك الله. بس والله انا حابب هلا بدي اسال، هلا ايش اللي بلشت كل الحكي هذا، او يعني ايش اللي خلاك تروح وتتعلم هذا كل الحكي هذا؟ بس هذا سؤالك؟ وبعدين في شغله كمان يعني انا دائما حابب اعرف عنها و ما ليش حدا اسأله. اسأل اللي انت اللي هي الاحجار اللي شفت كثير ناس يحكوا فيها. بس ما فهمتش والله، وما يعني ما بعرف احكي لك، يعني متوقع الاحجار، قوت الاحجار، في مناطق كانوا يبيعوا بيقول هذا الحجر منيح لكذا كذا. انا بالضبط، يعني كيف بيعرفوا على اي اساس؟ اوكي، ما في حدا ما اخذ عن دراسه. مصطفى شو بتدرس انت؟ مصطفى مصطفى شو بتدرس؟ انا هندسه. عندك اهتمامات في المسائل المسائل اللي نحكي فيها؟ نعم. برافو عليك. طيب اسمع الجواب من الاستاذ، من الدكتور عبد الناصر. عم بسال شو اللي يعني شو اللي دفعك انك تلجا لهذا العلم وتطور حالك فيه؟ شو الموتيف تبعك كان؟ والله وانا صغير كنت بالاعدادي والثانوي كنت مغرم كثير بافلام الكونغ فو. كنت دائما اراقب بروسلي، كنت العب، كنت رياضي، بحب الرياضه. بس مو فاهم شو معنى كونغ فو وقتها. ما كنت فاهم شيء بصراحه، بس لما وصلت عندهم بديت افهمها، صرت افهم شو هي. بس هي كانت شغف من الصغر، وكنت وانا صغير تجيني حالات زي ترانس، كانوا دائما اساتذتي يزعلوا علي فاصفن. فلما اصفن يصير لا شعوريا انا قاعد بكتب على او بنحت على الدرج. لما اصحى اطلع علي انا زي كاني بكتب صيني بس مش فاهم شيء. طبعا مرت علي الظروف بعد ما تخرجت كسيفو كاستاذ من التدريب، لما كنا نعمل مديتيشن في معبد التمبل اوف هيفن، صرت اشوف اشياء لما خلوني اطلع من جسمي. فاللي شفتها نفس الكتابات اللي كنت انا بكتبها وانا صغير بالاعدادي والثانويه، لا شعوريا بس كنت اشوفها. طبعا لما طلعت في ترانس على طريق المعبد صرت اشوفها ذهب مكتوبه وبتنزل من السماء وشغلات هيك لها علاقه بالباراسايكولوجي. في الباراسايكولوجي هذا اللي بتحكي فيه دكتور، عند الغير متخصص راح يقولوا هذول الاثنين دكتور سليم والدكتور عبد الناصر ما لهم شيء. وهذا الحكي مو صحيح، هذا علم، وعلم مثبت وقديم وله مدارس. وكثير من الناس وانا منهم ترى، لما كنا صغار لما نقول كونغ فو فكر كونغ فو قتال زي الكاراتي زي الجودو زي الكذا، وما كانوا يعرفوا انه بعده البعد الاخر اللي هو العلمي اللي هو موضوع الطاقه. الان شو هي اساسيات تحريك؟ معنا اتصال ثاني، خلينا ناخذ اتصال ثاني ونحكي شو اساسيات. معنا اسيل، تفضل يا ست اسيل. الو الو، راحت اسيل. نبيل. نبيل تفضل يا نبيل، اهلين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي، تفضل. كيف حالك؟ حياك الله يا نبيل. ممكن احكي مع الدكتور؟ بسمعك، تفضل دكتور. كيفك دكتور؟ اهلين يا هلا. انا عندي كثير اسئله عن الموضوع هذا بخصوص تبع الطاقه. اعطينا سؤال بس هيك يعني اللي هو اهم سؤال ببالك. في كتاب اسمه ذا سيكرت، اذا دكتور سامع عنه. كتاب وفيلم هذا؟ او كتاب وفيلم مظبوط. يس.
هذا بدك نحكي عنه؟ بدي احكي عنه لانه تقريبا بيحكي عن الطاقم. اوكي. شكرا شكرا نبيل. الكتاب ذا سيكريت او الفيلم ذا سيكريت واللي بحكي عن البوزيتيف ثوت عن التفكير الايجابي والتفكير السلبي هو على فكره وهذا اشتهر امبارح حكيت عنه بحلقتنا انه بنصح كل شخص انه يقراه لانه فيه له فائده كثير وبيشتغل في مجالكم. اوكي تسالتني شيء قبل شوي له علاقه في الموضوع. في كاتب قديم طبعا درسناه بالدكتوراه بالفلسفة اسمه إسرائيل ريغاردي حكى عن علم ودرسناه بالدكتوراه اللي هو اسمه Art of True Healing. طبعا هذا العلم كعلم لا يدرس إلا بالدراسات العليا بالدكتوراه. له علاقة في كيف إنه you can talk to yourself يعني إنه بتقدر تحكي مع نفسك وsemi hypnotize yourself أنت زي كأنك بتنوم حالك تنويم مغناطيسي. فعلم Art of True Healing إنه الإنسان عنده القدرة إذا بنغم حاله بطريقة معينة أو بيعرف كيف النوت تبعته بتشتغل وبصير يحركها بيشفي حاله. بس مش كل إنسان ممكن تزبط معه فعشان هيك تشي كونغ بيساعده بده تدريب مو هلا سيكريت هم بحاولوا إنهم يدخلوا فكرة إنه think always positive think okay. always تفكير إيجابي هذا موجود أصلا هو جزء من علمنا بتشي كونغ هو موجود في الدين خيرا تجده إذا الإنسان دائما بتفاعل إنه كل شيء رح يصير معه كويس بصير معه كويس إذا بتفاعل إنه الإشي رح يصير معه سيء ما هو إن فتحت باب الشر عليك دخل ابعد عن باب الشر وخليه مسكر وخلي باب الخير مفتوح بدخل عليك الخير وخلي الإنسان يكون إيمانه قوي لأنه بالنهاية اللي عنده عقيدة وإيمان وحب لربنا سبحانه وتعالى لازم يكون قريب لله يعني لازم يكون قريب يعني لا يجوز انك تكون تعمل في هذا الشيء وانت بعيد عن الله لانه اصلا بغض النظر شو دينك لانه تشي كونغ كرساله نزلت بالتاريخ بصحف سيدنا ادريس فهي صحف سيدنا ادريس جزء من علم صحف سيدنا ادريس معنا ام محمد خلينا ناخذ اتصال من اختنا ام محمد تفضلي ام محمد هلا ومساء الخير مساء الخير يا ستي بدي والله اسال حضرتك دكتور يعني أنا تقريبا من 5 سنين صبت بمرض بالمفاصل وهو شخصوه ما إله علاج وما إله أسباب علاجية أصلا اسمه المرضي اسمه سكيروديرما فحابة أسأل إذا الدكتور عنده إمكانية لجلسات علاجية لهيك نوع من مرض المفاصل شكرا لك في سؤال تاني أم محمد شكرا لك تسلم يسلمك هي كل أوجاع الجسم احنا عندنا مفاتيح إلها بحركات معينة بالرياضة تبعت التشي كونغ إذا بمارسها المريض بطيب طبعا أنا جربت وعندي إثبات جربتها مع طالب عندي كان عنده كرونيك بروبلم شبه سرطان في المعدة طاب عشاء ليلي تحسن درجة 75% وطبعا هذا صعب في العلم عندي عدم انتظام كان في الهرمونات وتعدلت عندي شغلات صارت مع طلاب إلي عجز دكاترتهم انهم يعالجوا انا بضيف لك كمان 3 حالات من عندي الله صاروا 7 فهي عباره عن انه الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في احسن تقويم لما خلقه نفخ فيه من روحه فالطاقه اللي موجوده عند الانسان جوا هي جزء من طاقه ربنا سبحانه وتعالى اذا عرف يستغل جزء منها هو بصير شبه انفيزبل كيف بدها تندل ام محمد عليه يعني الان هي سمعته في هوب في امل صار بعد ما الان قلت صباح الخير بدها كيف بدها تتابع كيف بدها تعرف وين بدها تروح شو بدها تساوي بتقدر تحكي معي تليفون بعطيها الايميل تبعنا اوكي او بترك رقم تليفون عندك على اساس حدا حكى يدخلوا على الويب سايت تبعنا انتوا عندكم فكره انكم تساووا مركز في كاني في احنا حاليا قاعدين نحاول نرخص مركز عشان نساعد الناس لانه هذا العلم بالعالم العربي كلياته لحد الان مع البحوث اللي بحثناها ما فيش انسان مؤهل او درس اللي يقول انا مكمل علم تشي كونغ حتى عند الصينيين نفسهم لما كنت عايش معهم انا كنت عالج صينيين انا عندي اسم صيني لما كنت عالجهم كنت احس ان الصينيين بينهم وبين بعض اللي بيعرفوا هذا العلم يمكن 1 في المليون احنا مسؤولين الليله دكتور مسؤولين كثير امام المواطنين لما نحكي لشخص بنقدر نساعد وكلمه بقدر اساعدك انا بالنسبه لي كدكتور سليم وكبرنامجنا كثير بنهتم انه لما نحكي شيء واحنا متاكدين من مصداقيتك كدكتوراه معك ومتخصص في هذا الشيء بس زي اخت ام محمد ومعنا كثير على فكره اتصالات ان شاء الله نقدر ناخذ شيء الامل دائما بالله لكن في للاسف الشديد اخي الدكتور العزيز بالساحه خير الله ناس عمالها بالعربي الفصيح تنصب على المواطنين بتضحك على الناس أكيد. اللي بيصير يقول لك اشرب هاي وقيم هاي وقيم احنا بدنا نبعد عن هدول الناس نكون علميين ومنطقيين انا هاي الرسالة اللي بدي توصل لي اياها شو انا قعدت اراقب السوق بصراحة خلينا نقول الماركت بليس اللي هو لقيت انه الناس كلها طبعا
لما انا اجيت صرت احكي في علم الطاقه وجيت ب 98 وحكيت في التلفزيون الاردني مع لانا خصوص وحكيت لها عن علم الطاقه والفونساي وحكيت شغلات كثير. السوق الاردني ما كان بيعرف بهاي الاشياء نهائي. من ال 2000 ويطلع فوق صار الكل دخلوا على الحجامه والحجامه مش سهل تحرق نواه الطاقه فما بصير تتدخل فيها. دخلوا على شغلات كثير ما لهم فيها. اللي دخل يقول لك انا بعمل لك بنظم لك طاقتك، اللي بقول لك انا بنظم المي دورات الطاقه. هلا عم نسمع ناس يعني انا مع احترامي للمواطن هذاك لهم شخص معه دبلوم معه دورتين عم بعمل مركز طاقه وما طاقه. هذا الحكي ما بيصير لانه علم الطاقه حتى الانسان يبدا يفهمه لازم يكون دراسات عليا داخل على الدكتوراه. يعني مش اي علم. احنا واحد طلع اخذ دوره برا نيجي نقول والله هذا خلص صار هو اللي بده يقودنا. يعني اعطيك مثال صغير. في طالب عندي شافه واحد متخصص اجى من روسيا يعتبر خامس واحد بالريكي على اساس يحاول يساعده في مساله معينه. طفل صغير ما نجح معه اوكي معه الشهادات كل اللي معاه يدوب بكالوريوس بده يحضر للماجستير وكان يحكي عن طاقات وكان يحكي عن شغلات لها علاقه وحتى بالارت اوف ترو هيلينج واجى وعمل محاضرات هون في البلد وجمع فلوس كثير بس مين اللي استفاد؟ اذا الصغير بالاخر صفى عندي وهيه ما زال عندي كنت صار له 3 سنوات 4 سنوات. يا دكتور ربع اللي بفهمه ربع اللي بفهمه يعني ربع اللي انت بتفهمه في ناس بفهموا ربعه او اقل من ربعه يعني فتحوا فضائياتهم بيحكوا وبنوا قصور. يعني انت ليش ما بتساوي هذا الشيء؟ انا لاني حاولت اسلك الطريق الصح ما اخذ الحرام. برافو عليك. لانه لو بدي اخذ الحرام زي ما عملوا غيري واعطي شهادات واعمل دورات انا مليان. خلينا ناخذ اتصال ثاني. انت شرفتنا الليله على فكره دكتور. ناخذ اتصال ثاني استاذ علي. الو الو تفضل انت على الهواء. مين معنا؟ انا اسمي محمد ابو لنين. اهلا اخي محمد. معلش احكي مع الدكتور. تفضل سؤالك بسرعه. اذا سمحت دكتور انولدت بحاله كونجنتال جلوكوما. فهلا انا جديد فتحت على البرنامج برنامج كثير شيق على فكره وانا بشكركم عليه. تسلم. فبس انه بحب اسال اذا هذا العلم اللي حضرتك عم تحكي عنه له حل الكونجنتال جلوكوما. اذا سمحت الكونتاكت انفورميشن بليز. اوكي شكرا شكرا لك. شكرا محمد. يعني حقيقه زي ما حكى الاخ محمد رح تجينا جاتنا عنا اتصالات كثيره من اشخاص عم بيطلبوا لانه شوف الغريق انا من الناس اللي بحكي الغريق بيتعلق بقشه اكيد وانا ما بدي امل ناس وانا وانت نطلع بسواد الوجه بدنا نكون احنا منطقيين. انا بوعد مشاهدينا انه مع الدكتور عبد الناصر جرار اللي هو معه دكتوراه ومتخصص في هذا الشيء واحنا بنحترمه وبنحترم علمه ولانه محترم علمه حقيقه مقنن في الاجابات قاعد انه احنا الجلسه الاولى الليله جلسنا مع حضرتك وتعرفنا عليك انه يكون في عندنا جلسات قادمه واحنا راح نتابع مع الدكتور عبد الناصر حقيقه اللي بنعتز فيه هو دكتور اردني افتتاح مركزه في عمان وراح نكون احنا معه بهنا عمان لانه انا شخصيا مقتنع في هذا العلم اللي عم بحكي فيه وهو مجرب في كل العالم خاصه في مجال العلاج اللي بسموه الجديد هو بحكي اسمه هيك انا بحكي العلاج الكوجنيتيف ثيرابي او العلاج المعرفي. حقيقه يعني كيف يمكن للشخص العادي انه يستفيد من هذا العلم؟ اعطيك شيء هلا طبعا احنا قلنا بيبدا بالكونفو تطلع شيء شو رايك ناخذ راي الشارع بعدين نجاوب بس اوكي لانه احنا اخذنا راي الشارع ماذا تعرف عن علم الطاقه الناس راح تسمع عن الاجوبه شوف راي الشارع. في جولة اليوم لكاميرا هنا عمان استطلعنا آراء الشارع الأردني حول موضوع يتعلق بعلم الطاقة وكان السؤال ماذا تعرف عن علم الطاقة؟ علم الطاقة؟ علم الطاقة شيء محتد بذاته ويمثل شيء مفتخر لهذا البلد والعالم أجمع. شو بتعرف شيء عن الطاقة؟ علم الطاقة شو هو؟ عن الطاقة؟ العلم نفسه. العلم نفسه أشياء كثيرة. تعرف شيء عن علم الطاقة؟ ولا إشي. شو بدي أعرف عن علم الطاقة؟ علم إيش؟ علم الطاقة بتعرف عنه شيء؟ لا والله. إيش علم الطاقة؟ متى تعرف عن علم الطاقة؟ علم الطاقة ما بعرف عنه شيء. علم الطاقة طاقة وعلم ببحث بالأمور اللي مسؤولة عن تشغيل كل إشي بحياتنا اليومية كونه طاقة والطاقة داخلة بكل إشي بكل المجالات.
الطاقة. ايش أسهل من هيك طيب؟ أعطوه علم الطاقة؟ شو مفهومك لعلم الطاقة؟ علم الطاقة؟ عن النووي يعني قصدك؟ بس بعرف عنه عن طريق الأخبار يعني. عن طاقة نووية. بعرف عنه عن طاقة نووية بس، بس ما فيها الأخبار، بس إنه شو في شو هي شو علم بالضبط ما بعرف. علم الطاقة؟ طبعاً لا أعرف عنه شيء. طاقة؟ ما بعرف، ما عمري أخذته في مجال معين. علم الطاقة، أي طاقة فيهم؟ في عندك كائن الطاقة اللي هو الطاقة السوداء اللي هي بتاع نفسها النفط، هاي هي الطاقة، وفي لأنه هي تعمل كل إشي، ونسونا من الموضوع لأني ماليش دخل في الموضوع. علم الطاقة؟ علم الطاقة علم حاليا علم متجدد، يمكن استعمال الطاقة في علم الطاقة حاليا ممكن يستفاد منه بأشكال متعددة. طب شو هو علم الطاقة؟ شو هي علم الطاقة؟ بتعرف ايش عن علم الطاقة؟ في طاقة شمسية ممكن استعمالها يعني حاليا، هي تكون الطاقة البديلة بدل المشتقات النفطية. علم الطاقة هو علم يختص بتقليل من يعني انه نستخدم أنظمة بتحافظ على الطاقة وتقلل الشغلات كلها بتنتهي مع بعض. يعني حقيقة شفنا آراء كثيرة، شو تعليقك دكتور؟ طاقة شمسية بقول لك الزلمة. شوف احنا هلا موجودين، وإن شاء الله شوي شوي بصيروا يعرفوا شو معنى علم الطاقة. إن شاء الله. بس بدي أضيف إشي، أنا مرة عالجت إنسان كان عنده وجع براسه. عالجته أول مرة طاب وعلمته حركات تشي كونغ طاب، رديت رجعت له كمان مرة بقول له رجع الوجع. رديت عالجته طاب، رديت رحت مرة تانية رحت زرته بقول له رجع الوجع، قلت له ورجيني غرفة نومك. رحت عنده على البيت وبديت أرتب له البيت، لقيت غرفة نومه غلط، ترتيب التخت غلط، ترتيب المراي غلط، غيرت له الترتيب بما يناسب الفونسوي تبعه. ما كل إنسان له لحظة الفونسوي شو نقصد الفونسوي؟ الفونسوي اللي هو علم الترتيب، هو جزء من هلا يعني هلا سالب موجب الأقطاب يعني له علاقة. هلا احنا ايش قلنا؟ قلنا تشي هي عبارة عن طاقة، الطاقة موجودة بجسم الإنسان. أوكي. هي برضه موجودة بالهواء وبالعوامل الطبيعية كاملة. هلا أنا بصير أحرك الطاقة اللي موجودة بالهواء والعوامل بما يتناسب مع حركتها، إنه كيف تمشي صح بقلب بيته معه. فبعد يا سألته قلت له كيف؟ قال لي راح الوجع، ولحد هلا الوجع راح. لأن أنا بعرف ناس غيروا تختهم يا دكتور، غيروا التخت بدل ما هو كان على الزاوية هاي عملوها على الزاوية هاي، تغيرت الماجنتيك الموجودة في 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 في, في غرفتهم وتغيرت. أول إشي أنا بدي أشكر كل اللي اتصلوا، ولضيق الوقت بوعدكم أنه الدكتور عبد الناصر جبار نستضيفه الأسبوع القادم ويكون ضيف عندنا إن شاء الله دائما. وبالنسبة للي ما قدرنا نحكي معهم، أرجوكم الإيميل تبعنا ظاهر في أسفل الشاشة، ابعت لنا للي بعت أسئلته، إحنا بننسق دايركتلي مع الدكتور على إيميل البرنامج بين عنا عبد aman@normina.tv.com أي مبين تحت، للي حكى معانا محمد ولا أسيل ولا مصطفى ولا محمد، ابعتونا كل الاستفسارات، وهذا إيميل ببلاش لا في قروش ولا في شغلة. وإحنا بنتابع مع الدكتور عبد الناصر، والأسبوع الجاي إن شاء الله بيكون لنا جلسة أخرى بأكثر توسعا حتى نوصل الفكرة، وهذا الخير لأنه هذا حقيقة فيه خير وفي إن شاء الله أجر عند ربنا. دكتور عبد الناصر جرال خبير في علم الطاقة، شرفنا يا سيدي الليلة، وطاقتك شو بقولوا لها نورت جلستنا، ونتمنى لك التوفيق وإلنا لقاء إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. شرفنا وأهلا وسهلا فيك يا سيدي. أهلا وسهلا فيك. بعد الفاصل مع صديقنا الدكتور محمد نوح القضاء، وحب الله عز وجل لا تروحوا بعيد جيت الله.